مزيد من التحليل ومزيد أيضا من التحليل والأهمية الكبرى لتلك البقعة الغالية من أرض مصر، الكاتب الصحفي جمال رائف ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ جمال، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضرتك وكل جموع المصريين بخير وبسلام، ودائما مصر في مصر. أستاذ جمال، الشعب المصري يكن لهذه البقعة الغالية من أرض الوطن احتراما واحتفاء وتقديرا لا ينقطع بتقادم الأجيال أو بتقادم الزمن. ما الذي تمثله الأهمية، أو ما الأهمية الكبرى الذي تمثله ويمثله للمصريين الاحتفال والاحتفاء بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية؟ بالتأكيد أرض سيناء هذه الأرض الطاهرة المقدسة الغالية على قلوب المصريين، يمكن كما وصفها السيد الرئيس اليوم، هي درة التاج المصري، هي بالفعل البقعة الغالية على تراب الوطن، والتي ضحى من أجلها الأباء وأيضا الأبناء. التضحيات مستمرة على مدار العقود من أجل الحفاظ على سيناء، سواء من خلال التحرير أو حتى من خلال التعمير والبناء الذي تشهده سيناء الآن. وبالتالي سيناء هي درس في الوطنية وفي الحفاظ على مقدرات الدولة وصون مقدرات الدولة، وأعتقد أن سيناء لدى كل المصريين لها مكانة خاصة ولها أهمية خاصة، وهذا ما تؤكده التضحيات التي ضحى يعني تمت من أجل استرداد سيناء أو حتى في مجابهة الإرهاب والتنمية والتعمير. أعتقد أيضا أن سيناء معركة تحريرها كانت معركة تدرس، وكانت يعني شاهد يعني على هو تاريخ محفور في الأذهان. أستاذ جمال، تاريخ 25 من إبريل من عام 1982 محفور في ذاكرة الأمة. لو استعدنا تلك الأيام أستاذ جمال وترتيبها، ما هي أهم المراحل والعقبات التي كانت تقف أمام إتمام تحرير الأرض؟ يمكن انا اعتقد ان تحرير سيناء بدا من اللحظه الاولى، منذ يعني حرب الاستنزاف، مرورا بحشد القوه الداخليه المصريه، يعني ايضا استعاده مصر لقواتها الشامله ولحمتها الوطنيه، وتضافر الجهود سواء على الصعيد العسكري او على صعيد القوى الناعمه او حتى على صعيد الدبلوماسيه او على صعيد التكاتف الشعبي ومؤازره الشعب لقواته المسلحه في هذه المعركه. وبالتالي هنا يعني تتجلى قوة الدولة المصرية وإمكانياتها ومفرداتها المختلفة في تحقيق النصر، وهذا ما أكد عليه أيضا السيد الرئيس اليوم في كلمته، فكرة القوة الشاملة. الدولة المصرية بالفعل تنعم بقوة مهمة للغاية وهي القوة الشاملة، هذه القوة المكونة من عدة مفردات، وهي القوة الخشنة طبعا المتمثلة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأيضا القوة الناعمة المتمثلة طبعا في الفن والدراما والمسرح وغيرها من الأمور، وأيضا القوة الدبلوماسية والقوة الاقتصادية وغيرها من مفردات هذه القوة التي تمكن مصر الآن أيضا من الاستفادة من مكتسبات النصر. أيضا بعد حرب الاستنزاف نتحدث عن المعركة التي كانت الأهم، لأن كان الهدف هو أن يضع الجنود المصريين أقدامهم على سيناء حتى تستطيع مصر من بعدها خوض العديد من المعارك الأخرى الدبلوماسية. وبالفعل استطاع الجندي المصري بالعبقرية، مش بس يعني المتعلقة بالقدرة القتالية، ولكن أيضا القدرة على التفكير، وأيضا هزم الصعاب والتحديات و هزيمة خط بليف وإنزال هذا الجدار أو ستار الرملي بالماء وغيرها من الأمور التي برهنت على عبقرية العسكرية وعلى العبقرية العسكرية. أعتقد أيضا أن هذه كانت مهمة جدا. انتقلت المعركة أيضا بعد أن رفعت راية مصر على سيناء إلى معركة أخرى كانت أيضا في غاية الأهمية، وهي المعركة الدبلوماسية. وهنا وجدنا ونجد دائما الرئيس أيضا يوجه التحية للدبلوماسية المصرية، لأن بالفعل المعركة الدبلوماسية كانت معركة في غاية الأهمية وكانت صعبة، واستمرت حتى استرداد آخر نقطة في الأراضي المصرية وهي طابة، وبالتالي المعركة الدبلوماسية أيضا كانت مهمة. وأعتقد أن التحرير انتقل من بعد يعني 30 يونيو إلى معركة أخرى، إلى فكرة الحفاظ على هناك دروس مستفادة من ورسائل وجوبية الحفاظ عليها والحرص عليها أستاذ جمال، أن يتم تعليمها للأجيال التي لم تشهد هذه الأيام. وبالإضافة لهذا، يعني زي ما سيادتك ذكرت، أن الوضع الإقليمي أصبح معقد ومتشابك، والسلام يحتاج إلى قوة تحميه، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس. كيف تقرأ هذه الرسائل التي بين السطور أستاذ جمال؟
بالتأكيد هنا الرئيس يعني يؤكد على قيمة مهمة للغاية، إننا حققنا نصر ويجب علينا أن نستفيد من مكتسبات هذا النصر وأيضا نحافظ على هذا النصر ونستفيد منه وننتقل منه إلى مراحل أخرى جديدة تضيف إلى الدولة المصرية، لأن بالتأكيد زي ما حضرتك تفضلت وذكرت بالفعل نحن في وضع إقليمي الآن مضطرب، وأشارت السيد الرئيس اليوم لهذا الوضع الإقليمي والدولي حتى، يعني العالم كله يشهد أوضاع اقتصادية وأزمات اقتصادية صعبة للغاية، وتؤثر بالمناسبة هذه الأزمات الاقتصادية على الأوضاع الداخلية للدول، ولا يوجد دولة الآن بمنأى عن يعني التأثر بتبعات هذه المتغيرات، ولكن الدولة التي تستطيع الصمود والتكاتف والحفاظ على استقرارها الداخلي والسلام المجتمعي لديها والالتفاف حول راية الوطن وإعلاء الدولة الوطنية هي وحدها من ستستطيع الصمود أمام أي من التحديات والأزمات، وبالتالي علينا أن نسترجع هذه القوة المصرية التي حققت النصر واستطاعت أن تحرر الأرض وأن حتى تدحر الإرهاب وتنحي جماعة إرهابية ويعني تستطيع أن تعمر وتبني الآن، وتظل هذه الروح موجودة، روح التحرير يجب أن تظل لدى كل مواطن مصري وهو أيضا يخوض معركة أنا أعتقد أن هي الأهم وهي معركة البقاء والوجود. المعركة معركة البقاء والوجود أستاذ جمال، التاريخ أثبت أن معركة التنمية هي الضمانة الأساسية والضمانة الفعلية والقوية لأمن سيناء وحدود مصر الشرقية. في هذا الصدد مصر بتخطو خطوات كبيرة وواسعة تسابق فيها الزمن لتحقيق هذه التنمية، ما تقييمك لما تم على أرض الواقع حتى هذه اللحظات من يعني إقرار ميزانية وصلت إلى 700 مليار جنيه تم وما زال يتم وينفذ مشروعات بها؟ يمكن هذه نقطة في غاية الأهمية، وهنا الإجابة على سؤال لماذا أو ما هي أهمية تنمية سيناء. أنا أعتقد أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو بالتحديد أدركت أن مجابهة الفكر المتطرف والحفاظ على سيناء يعني يتحقق بمفردات ثلاثة مهمة جدا، أهم هذه المفردات طبعا المجابهة المسلحة للعناصر التكثيرية وأيضا المجابهة الفكرية، والعنصر الثالث المهم للغاية وهو التنمية والتعمير، التنمية والتعمير التي تقطع الطريق على يعني الفكر المتطرف وأيضا تمنع الشباب والأجيال القادمة من الانخراط في هذا الفكر المتطرف، وبالتالي التعمير والتنمية هو سلاح مهم جدا للحفاظ على مكتسبات النصر القديم وأيضا مجابهة الفكر المتطرف الذي تجابهه الدولة المصرية الآن. الجهود غير مسبوقة لم تتحقق من قبل، نتحدث عن محاور عدة في تنمية سيناء، أهمها المحور المتعلق في البداية بالبنية التحتية، لأن لا يمكن الحديث عن استصلاح زراعي، لا يمكن الحديث عن تنمية حتى مجتمعية، لا يمكن الحديث عن بناء إنسان قبل البنية التحتية، وبالتالي عملت الدولة المصرية في البداية على شق الطرق، على إرسال أو يعني حفر الأنفاق لعبور قناة السويس، أيضا تمهيد الطرق والأراضي. إذن هي تحديات كبيرة واجهتها الدولة المصرية وما زالت تواجه الصعاب من أجل استكمال ما بدأته الدولة وما عملت عليه من بناء وإعداد الدولة المصرية والبناء والتعمير في سيناء. كل الشكر والتقدير لك ضيفي الكريم الكاتب الصحفي جمال رائف، شكرا جزيلا لك.